أما في جولة المحافظات معانا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات المختلفة، أبرزها افتتاح أعمال المرحلة الأولى لرفع كفاءة وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام، كمان افتتاح مدرسة مجمع الكسارة بتكلفة 10 ملايين جنيه في أسوان، والبدء في زراعة 11 نوع من النباتات الطبية والعطرية في الوادي الجديد، وأحداث تانية وموضوعات تانية هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الفيوم اللي تم فيها امبارح افتتاح أعمال المرحلة الأولى لرفع كفاءة وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام بتكلفة حوالي 1 مليون جنيه، وده بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة. في الغربية أعلن دكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إهداء الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة عدد من الكتب والدوريات الأجنبية لمكتبة القرى التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووصل عدد الكتب المهداة ل 697 كتاب و85 دورية باللغات العربية والأجنبية بمختلف التخصصات العلمية والأدبية. فأسوان افتتح المحافظ اللواء أشرف عطية مدرسة مجمع الكسارة للتعليم الأساسي بمنطقة الكسارة بأبو الريش. المدرسة بتضم مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي ومقامة على مساحة 6000 متر مربع وبتكلفة 10,671,000 جنيه. في الإسكندرية تعرضت المدينة لأمطار متواصلة متفاوتة الشدة امتدت لجميع أنحاء المحافظة وكانت مصحوبة بغيوم ونشاط في الرياح، وده بالتزامن مع نوة المكنسة اللي بتعتبر من أشد النوات اللي بتتعرض ليها عروس المتوسط. وأعلنت الأجهزة التنفيذية في المحافظة حالة الطوارئ للتعامل مع أي أزمات بتتعلق بهطول الأمطار. في شمال سيناء أكد المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة عدم وجود أي حالات التهاب سحائي بين طلبة المدارس، وأشار المحافظ إلى عدم صحة ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ليفيد بوجود حالات التهاب سحائي بين الطلاب. في الشرقية أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب أنه تم تنفيذ 17,840 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بتكلفة 2,940,149,000 جنيه. المشروعات دي وفرت 53,167 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة. في مطروح أشاد المحافظ اللواء خالد شعيب بالجهود اللي تمت في مجال حصاد المياه على مستوى المحافظة، وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2,178 بئر لتجميع مياه الأمطار. في الوادي الجديد أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم البدء في زراعة 11 نوع من النباتات الطبية والعطرية، وده في مجمع صوب بئر موت في مركز الدخلة على مساحة 1.2 فدان.